نجحوا ماما. باركي لي نجحت. ألف مبروك إن شاء الله. ألف مبروك لك ابني. لك الله يرضى عليك دنيا وآخرة يا حق. هلا مرحبا. يعطيك العافية. بالله تعطيني أبو وائل إذا سمحت. مرحبا بابا. كيفك؟ إن شاء الله بخير. بابا بارك لي نجحت. شو عم تفكر انت؟ بتعرف وائل، حاس حالي ضايع، مربطة ايدي مو عارفان شو بدي اعمل. والله وكيلك نفس الشيء، مالي عارفان شو بدي اعمل. بس بتعرف عم يقولوا في هي شركة المشاريع الجديدة قال طالبين موظفين جامعيين. والله العماي اذا صحت لنا شغلة ممتازة كتير. انا بسمع انه هي الشركة رواتبها مرتبة. ايه هيك عم بيقولوا. في حوافز كمان. بس أنا عم فكر غير هيك. شو عم تفكر؟ بمؤسسة البحوث عم بيقولوا هي رواتبها كتير كتير منيحة، وبيجوز مع الوقت يعني يصير عنا بيت وسيارة. إذا بدك بيت وسيارة صار بدها سفر المسألة. لوين؟ على الخليج مثلا. طيب معقول بدك تترك أمك وتسافر على الخليج؟ بدك تتركها لحالها؟ قولتك خلينا بهالبلد، بلدنا أولى فينا. صباح الخير ماما. أهلين ماما. صباح النور. شو ليش فايق من هلأ؟ مالك بالعادة لسه بكير. ما بعرف، ما شفت حالي إلا فايق، ما حسنت نام. شبك حبيبي؟ شايفتك مشغول البال. والله يا أمي حاسس بفراغ كبير بعد ما تخرجت. يعني قبل ما أتخرج كنت أدرس، كنت طول الوقت عندي شغل، ما بعرف هلأ حس حالي فاضي. ولا يهمك حبيبي، معك معك بتتعود. أمي شو تعود ما تعود؟ هيك بتضل قاعد لشغلة ولا عملة؟ الو صباح النور. علي مروان وينك انت؟ لا خليها على الساعة 10، بلاقيك عند الموقف تحت. كتبت كل العناوين؟ طيب ماشي الحال، ما تأخر. الله معك. شو وين رايحين انت مروان؟ رايحين ندور على شغل. قبر قلبي ان شاء الله. الله يوفقك بكل خطوة إلهي يا رب. أنا ولك بس ولا بدي أعرف أحكي ولك. الخبير الألمان ركب المكنات، انتهى خلاص.
بعدين بشوفوا هذا تحسين. ايه خلص ايه نهيل الموضوع خلص نهيل 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 نهي. يلا خي اهلين امر. بصراحة يعني احنا جايين هيك نسأل حضرتك عن تفاصيل الوظيفة اللي انتم قاعدين عنا هون بالشركة. استنى شوي حبيبي استنى شوي. انتوا معكم شهادات جامعية؟ ايه معنا طبعا معنا. كم سنة عندكم خبرة؟ هو يعني احنا بصراحة هلا ما صرنا ما عندنا سنوات يعني احنا خبرة بس هلا تخرجنا جديد. لا والله ما راح يمشي الحال. انا بدي شهادة جامعية مع خبرة 5 سنين. اجاني خبرة 4 سنين ونص ما قبلت. لازم 5 سنين. هو عفوا استاذ بس يعني شو الشغل بالضبط؟ انا فتحت معمل معسل للأراجيل وبدي محاسبين شاطرين يمسكوا لي الحسابات. معسل؟ ايه معسل. ايه ولك يا بني ادم ابعت لي 6 دورة على المانيا بس ما تبعت تحسين سئيل. بعت لي 6 دورة على المانيا مشان المكنة جديدة. ايه مرحبا عفوا لوين فايتين يا شباب؟ نحن فايتين عند مدير الشركة. عفوا مشان شو؟ مشان شو؟ بس عفوا احنا يعني احنا عنا علم ان انتم عاملين مثل الاعلان مشان الجريدة مشان الوظيفة. غريب ليش لهلا لساتهم حاطين الاعلان؟ شو قصدي؟ نحن بلغنا الجريدة من الجمعة الماضية بإلغاء المسابقة بس الظاهر في خطأ مطبعي. سوري. يعني ما في وظائف يعني؟ لا والله ما في. وعلى فكرة أنتوا تعالى الجماعة بيسألوني اليوم. مع السلامة. شكرا. العفو. ماما ماما خير ماما؟ شوفي هدول 200 ليرة مين حاططهم؟ أبوك. وليش لا يحطهم؟ ماما هدول خرجية إلك. صلك مدة ما طلبت منه شيء ومو معقول شاب مثلك يضل بلا مصاري. طيب معقولة يا أمي؟ لإمتى أنا بدي ضل مد إيدي وأخذ منه؟ لإمتى يعني؟ ولا يهمك حبيبي لحتى تلاقي شغل. إن شاء الله منلاقي شغل. لازم نلاقي شغل يا مروان. لازم نلاقي شغل. قسماً بالله صرت استحي من أبي. يعني معقول كل ما بدي مصاري بدي أطلب منه؟ ليش نحن صرنا شغل وما اشتغلنا؟ ما في فايدة. الأبواب كلها مسكرة مش طيب بدي أسألك سؤال. هلا نحن ضروري نشتغل بشهادتنا شيء؟ شو قصدك؟ معلش اخذ معي اخي. مين اخوي؟ هذا انا. ايه اطلع كمان. يلا يلا كمان اطلع. لا اطلع بسوزوكي لك. اطلع اطلع ورا السوزوكي يلا. Why don't you?
قوم اشتغل لك شوي. يلا ماما حبيباتي يلا انزلوا حاجة هيك بكفي. الله يوفقك كمان هذا آخر. لك حبيبي إلكم خمسة دوار عم تلعبوا هلا بتدوخوا يلا. ماما بدك هي آخر مرة. ماما قلت لكم هلا بتدوخوا إلكم ساعتين عم تلعبوا حاجة بقى. خلينا نلعب. يا الله أنتم ما بتشبعوا لعب. صارت الساعة 3 بكرة عندكم مذاكرات شو نسيتوا؟ المسا بنقرا. ما بتلحقوا المسا يلا امشوا خلصوني. ماما أنا ما بحب المدرسة. ولا أنا. يو ليش هيك عم تحكي أنت وياها؟ حاجتكم بقى بلا لعب شو ما بتحبوا المدرسة؟ في حدا ما بيحب المدرسة؟ ايه نحن. وليش بقى؟ لأنه كل يوم بيعطونا دروس وبيحبونا. كل يوم بيعطونا مذاكرات. اها يلا امشي انت وياها بقى بلا غلاظة يلا انزلوا خلصوني يلا. يا ماما يا حبيباتي انتوا لازم تدرسوا لحتى بس تكبروا تاخذوا الشهادات الكبيره وتصيروا محامين او دكاتره او حتى طيارين. يعني اذا ما تعلمنا شو بيصير فينا؟ شو بيصير فينا؟ شايفين هدوك الاثنين اللي واقفين هني يلي اواعيهم كلها غبره ونشره؟ ايه شبههم. اذا ما تعلمتوا بتصيروا مثلهم. شو بدكم تصيروا مثلهم؟ لا ما بدنا نصير مثلهم. ايه امشوا لك. اوعك ما تتعلمها. اوعك هيك بصير فيك لو ما تعلمت. قلت لك مليون مرة اوعك انت ما تتعلمها. See you.